السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وطالبات الصف الثالث الإعدادي. اليوم بإذن الله تعالى هنبدأ في شرح درس جديد من دروس التربية الإسلامية، وهو درس الإيمان بالقضاء والقدر. طيب، ذكرنا في الحصة السابقة أركان الإيمان. ما هي أركان الإيمان؟ أركان الإيمان ذكرنا أنها ستة. أول حاجة أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب، النهارده قلنا هناخد الايمان بالقضاء والقدر. طيب، اول حاجه الله تعالى يعلم احوال العباد ومصائرهم، ويدبر امورهم، ويقضي فيها بما يريد وفق حكمه علمه وحكمته، ولا يقع في الكون شيء الا باذن الله تعالى، ولا يصيب الانسان نفع ولا ضرر الا بارادته وقدرته، فان للكون ربا يجعل كل شيء فيه بحساب دقيق. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. طيب، يعني أي معنى ذلك؟ أن كل ما في الكون يكون بقدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى، وأن كل شيء ما في هذا الكون مقدر بكل بحساب دقيق. طيب، تقبل المؤمن للقدر. أول حاجة، المؤمن الصادق يتقبل قدر الله سبحانه وتعالى بنفس راضية مطمئنة. لماذا؟ لأنه يعلم أن هناك قدرة عليا، هي قدرة الله سبحانه وتعالى، تدبر الأمر تدبيرا حكيما، وتختار له ما يؤمنه في الدنيا والآخرة. يعني المؤمن الصادق يعرف أن كل ما يصيبه في الدنيا من خير أو شر ده يعلم أنه من عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك يكون نفسه راضية مطمئنة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب عليه ذلك، سواء كان شرا أو خير للمسلم. يعني ربنا كتب على الإنسان حاجة مش كويسة، لازم يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى كتب هذا الشيء لحكمة سوف يعلمها في الدنيا أو في الآخرة. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب، القدر وأفعال العباد. يدرك الإنسان المستقيم صاحب الفطرة النقية أن له قدرة واختيار. طيب، فعندما يسير في طريق الطاعة والمعصية. طيب، إيه معنى كده؟ معنى أن من يطيع الله تعالى فيما أمر به يكون ذلك باختياره. يعني دلوقتي أنا ربنا سبحانه وتعالى أمرني بالصيام، طيب دلوقتي أنا هعمل إيه؟ طيب أنا هختار إن أنا أطيع الله سبحانه وتعالى وأنا هصوم. طيب، في ناس بتقولك لا أنا مش صايمة، يبقى معنى كده إن هم كان لهم قدرة واختيار، بس يا ترى اختاروا إيه؟ اختاروا الصح ولا الغلط؟ طب اختاروا الغلط، خلاص. يبقى سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيقدر لك الشيء ويتركه لك، وانت اللي بتختار. يا ترى هتختار ايه؟ اللي بيطيع الطاعه ام المعصيه؟ طيب، يبقى اذا وعندما يعصي الله تعالى فان ذلك يكون ايضا باختياره وقدرته، وعلى هذا يكون الجزاء العادل من الله سبحانه وتعالى. المعنى ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى ما كتبش عليك الشر، لا، ربنا سبحانه وتعالى يعلم احوال العباد لانه هو خالق البشر، ربنا هو اللي خلقك، فعارف انك انت هتعمل ايه. لكن ربنا سبحانه وتعالى ما كتبش عليك انك تكون فقير، ما كتبش عليك انك تكون شقي في الدنيا، لكن انت اللي بتختار بنفسك الطريق ده. طيب، قال تعالى: وهديناه النجدين، هو طريق الخير والشر، اي طريق الخير او الشر، فقد بين الله سبحانه وتعالى طريق الخير للانسان وطريق الشر، وترك للانسان حريه الاختيار ان يسلك احد الطريقين، وهو في الحالتين مجزى بعمله، ان كان خيرا فخيرا وان كان شرا فشرا. طيب، في امور مش باختياري ان انا اختارها او ان انا اعملها، خلاص. طيب، ايه هي دي؟ اول حاجة، هناك امور تحدث للانسان لا قدرة له على فعلها، زي ايه؟ كالصحة والمرض والغنى والفقر والفرح والحزن، خلاص. يعني الفرح والحزن، مثلا انا مش قادر ادفعه عني، خلاص، لان الحاجة دي سبحانه وتعالى دي امور غير اختيارية، ونهاية الاجل ومكان الموت وكل ما يصيب الانسان لا يملك فيه تصرفا ولا يستطيع له تحويلا او تبديلا، لان ذلك مما اختص به القدر، واحاط الله سبحانه وتعالى به
وأحاط به علم الله سبحانه وتعالى. طيب قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. طيب ما معنى هذه الآيات؟ أينما تكونوا يدرككم الموت، يعني أنتم مهما ذهبتوا في أماكن عالية أو في حصون بعيدة فإن الموت سوف يدرككم ولو كنتم في بروج مشيدة. طيب وإن تصبهم حسنة، طبعا ده قول الكافرين إيه؟ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، أول ما تصبهم أي حاجة كويسة يقول ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كتب ذلك، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، كانوا ينسبوا أي عمل شر إلى مين؟ إلى سيدنا محمد، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، لكن ربنا عز وجل بيقول إيه؟ أن الحسنة والسيئة من عند الله سبحانه وتعالى، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. طيب ما أصابك من حسنة فمن الله، طيب وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أي حاجة الإنسان بيعملها مش كويسة أنت اللي اخترتها إيه؟ اخترتها بنفسك. طيب وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. طيب اليقين بالقدر يدفع للسعي والعمل. طيب وإذا كان الله تعالى قد قدر كل شيء وكتب كل ما يصيب الإنسان في حياته وحدد أجله ورزقه، فما موقف الإنسان من العمل والسعي في الحياة؟ يعني دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى كتب عليك كل شيء، طب أنت إيه هتعمل إيه، أو إيه موقفك من العمل والسعي في الحياة؟ طيب إن اليقين بالقدر بيدفع المسلم إلى السعي والعمل وهو إيه مطمئن، يعني دلوقتي أنا إن أنا ببدأ أسعى وعارف إن ربنا سبحانه وتعالى هيوفقني، خلاص ربنا سبحانه وتعالى هيعيني على ذلك. طيب وحسن، وهو مطمئن إلى فضل الله تعالى وحسن ثوابه، فالزارع يحرث الأرض ويبذر فيها البذور. طيب ومن له القدرة اللي هو ينبت هذه البذور؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن في البداية الزرع قال إيه؟ أنا لازم إن أنا أبدأ أتقن في حرث الأرض وأبذر البذور وأعتمد على الله سبحانه وتعالى إن هو يبدأ إيه؟ ينبت هذه إيه؟ البذور. طيب وإيه؟ وأيضا حماية الثمر، والطالب يستذكر دروسه ويعمل بجد ويسهر في التحصيل، ثم يطلب من الله تعالى النجاح والسداد. والتوكل بمفهومه الصحيح هو الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه، وقد أدرك المسلمون الأوائل حقيقة التوكل، فساروا في الأرض طلبا للرزق وأخذوا بالأسباب، ثم تركوا التدبير لله إيمانا وثقة به. طيب اعقلها وتوكل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين على الله يأخذ بالأسباب ويوجه أصحابه إلى الأخذ بها، فيقول للرجل الذي أراد أن يترك ناقته من غير عقال، يعني كان في رجل خلاص ترك الناقة بتاعته من غير ما يربطها، وقال أنا توكلت على الله سبحانه وتعالى إن هذه الناقة دي إيه؟ مش تضيع أو إنها تنطلق في أي مكان، خلاص؟ سيدنا محمد قال له إيه؟ خلاص؟ قال له اعقلها وتوكل، يعني اربطها الأول وتوكل على الله عز وجل. طيب أما التواكل فهو ترك الأسباب والانصراف عن العمل الذي يحفظ على الإنسان عزته وكرامته. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج فلقي ناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ فقالوا: متوكلون. قال: كذبتم، ما أنتم إلا متوكلين، إنما المتوكل الذي ألقى الحبة في الأرض وتوكل على الله. ولهذا كان التواكل بعيدة عن الدين، بعيدة عن المفهوم الصحيح للقضاء والقدر، وهؤلاء الذين يتصفون به إنما هم خارجون عن مبادئ الدين وجاهلون بمعنى القضاء والقدر. خلاص.
طيب عايز أعرف ما هو الفرق بين التوكل والتواكل. أول شيء التوكل هو الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب. طيب التواكل إن أنا بترك الأسباب بزعم إن أنا بزعم الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. طيب ننتقل إلى أثر الإيمان بالقضاء والقدر في نفس المؤمن. الإيمان بالقضاء والقدر يحمي المسلم من القلق ويعصمه من الجزع والحسرة ويملأ قلبه بطمأنينة. إحنا زي ما أنا قلت إن لو أنا سبحانه وتعالى لو في شيء أصابني حاجة مش كويسة لازم ده بيصيبني إن أنا أكون مطمئنة إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كتب علي كده خلاص. فهو يصبر على قضاء الله تعالى وقدره ويحتسب أجره عند الله تعالى. والذي يؤمن بالقدر يعلم أن كل ما يقع في الكون يكون بإرادة الله تعالى وقدرته. فإذا مسه الضر فهو لا يجزع ولا يحزن، وإذا وفقه إلى النجاح والتوفيق فهو يفرح دون أن ينسيه الفرح أن توفيقه ونجاحه هذا من فضل الله تعالى عليه بالدرجة الأولى. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يعني لكي لا تحزنوا على أي شيء بيحصل على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم أعطاكم والله لا يحب كل مختال متكبر. طيب الإيمان بالقدر يجعل المسلم يطلق طاقاته ومواهبه ويكسبه القوة في مواجهة الحياة فيندفع إلى البناء والتعمير واستخراج كنوز الأرض والانتفاع بها، وبذلك يحقق لنفسه وأمته الخير والأمن والازدهار. طيب ننتقل مع بعض إلى حل التدريبات في الكتاب المدرسي. طيب أول سؤال: ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ معناه أن الله سبحانه وتعالى يعلم أحوال العباد ومصائرهم ويدبر أمورهم ويقضي فيها بما يريد وفق علمه وحكمته، ولا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى وعلمه. السؤال الثاني: ما أثر الإيمان بالقضاء والقدر في سلوك المؤمن؟ الإيمان بالقضاء والقدر يحمي المسلم من القلق ويعصمه من الجزع والحسرة ويملأ قلبه طمأنينة ويصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ويحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. طيب قال تعالى في السؤال رقم 5 قصدي معذرة سؤال رقم 4: هناك بعض الأمور لا يستطيع الإنسان دفعها، مثل إيه؟ بين ذلك. طيب الأمور دي مثل المرض والصحة والموت والفرح والغنى والفقر. خلاص قلنا دي هذه الأمور لا يستطيع الإنسان أن يدفعها لأنها من ضمن القضاء والقدر. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ذكرنا سابقا أن مهما ذهبت في أماكن عالية أو في حصون بعيدة أو في أماكن عالية خلاص أن الموت سوف يلاحقكم مهما كنتم في أي مكان ولو كنتم في بروج مشيدة، لأن ذلك مقدر من عند الله سبحانه وتعالى وقدر لا مفر منه. السؤال رقم 6: بما تفسر تقبل المؤمن القدر؟ طيب ليه المؤمن الصادق بيتقبل القدر؟ لأنه يدرك أن في السماء إلها حكيما عادلا يدبر أمره بحكمة ولطف. طيب أنا كده انتهيت من الدرس، وإن شاء الله لو في أي شيء يريد تسألوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.